السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دسمري. هلا إن شاء الله نتكلم على الأدوية المتاحة والغير المتاحة في الصيدليات بالنسبة لبلد المغرب. إذا شحال من واحد يعني كيسوني في الكومنتير على حساب الأدوية اللي كاينين وشكون هما الأدوية اللي ما كاينينش. يعني أنا غادي نهضر بعجالة على الأدوية بعدا اللي موجودين. الأدوية اللي موجودين بالنسبة للأرانب كاين الأدوية ديال التسمم الدموي، كاين الأدوية ديال التسمم المعوي، كاين الغالية كاين الرخيصة، ولكن المشكل فين كاين باللي راه كاين شي أدوية ما كايناش كاع، يعني ما كيجيبوهاش، لأن التربية ديال الأرانب وخا الناس بدات يعني هذا القطاع بدا كيظهر، بداو الناس كيتعاطاو وكيف يفهموا سمو هي اشنا هي التربية ديال الأرانب. التربية ديال الأرانب راه هي سهلة للغاية ومربحة للغاية، ممكن اكتفاء ذاتي من اللحوم، ولكن يعني هذا التربية ديال الأرانب كتحتاج يعني كتحتاج الأدوية، ضروري من بعض الأدوية اللي خص الأرانب، يعني هي عبارة عن تحصين في الحقيقة. إذا بالنسبة للتسمم الدموي كاين كينيبخافاك، هذه متاحة في يعني جد فعالة، يعني خدموا بها الناس حقا راه خدامة مزيان. كينيبخافاك كاين بالنسبة، وكاينين أدوية أخرين يعني سميات أخرين فيما تسمعوا يعني فاك في التالي، يعني راه كاينين أدوية أخرين سميتهم فاك في التالي، راها خاصة كلها خاصة بالتسمم الدموي. أما بالنسبة للتسمم المعوي راه كاين واحد يبرة ممكن أنكم ديروها سميتها سيفافاكس. سيفافاكس هذه يبرة ولكن شوية غالية في الثمن. أما بالنسبة ل يعني إلا بغيتوا ديروا تحصين ديال التسمم المعوي راه كاين واحد الدواء هو عبارة عن سيرو سميتو هيباغينول. هيباغينول هذا هو متاح عند البيطاري، عند يعني الصيدلية البيطارية، يعني هو موجود يعني في أي منطقة، يعني سولت يعني المنطقة الشرقية الغربية، المهم معروف هذا الدواء هذا ومتاح. كاين القضية ديال الفيتامينات، الفيتامينات هما موجودين بكثرة، لأن كاين الفيتامينات اللي ماشي خاصين غير بالأرانب، ولكن كيكونوا فيتامينات يعني شاملة، يعني كيكونوا جميع الحيوانات هذوك عاوتاني هما ممكن أنكم تستعملوه. كاين أونتي بيوفيت هادو اللي معروفين، يعني مصور فيه واحد الرأس ديال ديك أونتي